أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من المعلوم أن أهوال يوم القيامة من صراط وميزان، صفاتها غيبية لا يعلمها إلا الله، وتوجد الآن يا صاحب الفضيلة مطويات تميز هذه الأهوال وتكون عليها رسومات. هذه باطلة، هذه باطلة، وصدر فيها من اللجنة الدائمة التحذير منها، لأنها باطلة. تصوير لأمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله هي يعني عبث باطل، وهم يظنون أنه فيه تخويف وفيه ترغيب، ما يجوز هذا، هذا لا يجوز، هذا من العبث. نعم.